قضية المواد الإباحية لأصبحت بمتناول اليد لشبابنا وشاباتنا. أنا مو أهل اختصاص، سلوا أهل الاختصاص عن آثارها السلبية في بناء الشخصية من خلال تأثيرها المشاهد حال مشاهدته على الجزء الأمامي من الدماغ في قضية الذي دكتور بعد أنتوا أعينوني قضية التحكم، تحكم لتتحكم بتصرفات. تأثيرها على الجهاز العصبي، تأثيرها النفسي المدمر على أبناء مجتمعاتنا بما لا يؤثره على أبناء المجتمعات الأخرى الغربية. ليه؟ لأنك أنت ابن أوادم، ابن أوادم، ابن أوادم، ومتربي في بيئة ملتزمة وتحمل ثقافة. فكل ما تعرض هؤلاء لمشاهدة مثلها تحصل حالة من جلد الذات وتأنيب الضمير والوخز النفسي، وهذه كلها تقوده نحو الاكتئاب شيئا فشيئا. ظاهرة كلش خطرة. ناهيك عن تأثيرها السلبي على العلاقة الزوجية الخاصة، حيث تفتح له آفاق الخيال، وبعد ذلك الواقع لا يمكن أن يلبي. عندنا شكاوى تأتينا بعد العلاقة الشرعية ما تروي، العلاقة الزوجية ما تروي، حالات عندهم أطفال ومسؤولين وكبار وزوجات غير مقصرات، أبدا ما يوصل ما يرتوي. هذا يبقى يلهث وراء رغبته. وتدرون من يصير، تصير النفس لاهثة وراء الرغبة، قد تنطلق إلى سلوكيات بالغة الخطورة، جدا خطرة. لا ننسى، أو لا أنسى أقول، ما جاء في الصحف لعله في السبعينيات في بعض البلدان العربية، ووقتها ما كان هالشكل يعني مبتذلة بين الأيدي، فشلون هسه؟ وحادثة في عاصمة عربية في بلد غالبية سكانه من المسلمين، مادة إباحية راقبها مراهق وعاد إلى بيته واقترف جريمة أخلاقية ما. أدت إلى وفاة المجني عليها. ما أدري إلى أين هذه، وين تصير هالسلوكيات، إلى أين تقود أبناءنا وبناتنا.